أم نديم الصقور، صباح الخير ورنا محمد. الصحن بيجنن، من وين شريتي؟ لو أقول لكم بس حقه 5 دنانير. بثينة مساعدة، مساء صباح الخير والله يسعدكم. أم العبد عياصرة، أم أصيل، رنا محمد الطراونة، أم صالح الحناطي، وأم يمان. يلا أنا معك. تمام. أنا بس شلت القصدير عنها ندفع عشان تتحمر. يلا رح ناخذ مقادير السلطة، شو رأيك؟ 100%. قبل ما احنا نجهزها للسكب نرجع للحلقة، نسكب مع المشاهدين وبعد هيك بنبلش في أول وصفة من وصفات السلطة. يلا ناخذ سلطة الجرجير. مقادير سلطة الجرجير مع التين على طريقة الشيف عامر حوس. لتحضير سلطة الجرجير مع التين، احنا بحاجة إلى أوراق جرجير طازجة، 1 كوب تين طازج مقطع أرباع، 2 حبة برتقال مقطعة، 1/2 كوب بندورة كرزية. الدريسنج 1/2 كوب خل بلسميك، 2 معلقة عسل، 1/2 كوب زيت زيتون، ملح، زيت نباتي، وكمان ملح، وكمان فلفل أسود. يلا شوف، بلش لنا بالسلطة. أنا بشوف لك إياها ولا جهزت؟ تقريبا بدها دقيقة واحدة. خليها أنا بشوف لك. قبل ما أبلش بدها السلطة تكون أمورنا تمام. هلا بالبداية سلطة الجرجير هاي سلطة كثير غنية في المواد اللي أنا حاطة فيها. نعم. يعني الأفوكادو، التين، الأورنج، الجرجير نفسه، البندورة الكرزية، كلها مواد صحية وكلها خضروات وفواكه أنا نقيتها لحتى تكون سلطة كثير صحية، كثير خفيفة، طعمها زاكي، وحبيت أدخل صلصة البلسمك عليها لحتى ممكن تكون شوية غريبة على الستات البيوت، لكن هاي الوصفات لما نصير ندخلها على بيتنا شوي شوي بصراحة بتعمل لنا تغيير حلو في صحيح. يعني في البيت وفي جو المطبخ. 100%. تمام؟ يعم. طيب، هلا أول إشي بدي أجيب صحن السلطة اللي راح نسكب فيه، أنا ما راح أخلطها، أنا راح يعني أحط الدريسنج عليها من فوق، لأنه الجرجير ما بتحمل على السريع يعني. صحيح 100%. تمام؟ في عندنا هون جرجير نقبناه ورق زي ما أنتم شايفين هيك، غسلناه كثير منيح بمي باردة، نقعناه شوي لحتى يصير فيه الكرنش، يصير يعني قرشته ما يدوب، بيضل واقف الجرجير. راح نحطه كله بهالصحن زي ما أنتم شايفين. ما بتفضل نقطع اوراق الجرجير نخليها زي ما والله فيها. هاي المساله كثير ناس يعني مختلفين عليها، في ناس كثير بيحكي لك انا بحب اقطع الجرجير، في ناس بيقول لك انا بحب اخليهم زي ما هو لانه بتبل مع السلطه، يعني اذواق. ممكن اذا بدنا ناكلها هسه تنحط مثلا على السلطه ممكن انه تتقطع، او لما نخليها مثلا 10 دقائق ربع ساعه قبل ما يوصلوا المعازيم. أو نادر النجار، المعازيم بقول لك شو هالشيف المتكتك. الله يسعدك. ابو عزيز كمان احنا بنوجه لكم تحيه، كلها شباب وشفات اليوم، ريحة الطبيخ بتفحفح من بتجنن. اللايك السمكة بلشت تطلع ريحتها. تمام. الحياة روعة، صباحكم عقباوي بحري بامتياز، بتابعكم من العقبة، الجو حلو كتير، تعالي طشة تغيير جو بتنور العقبة. يا رب المدير يسمع يا رب. رح أقرأ التعليق كمان. طيب. مرة ضفنا البندورة الكرزية زي ما احنا. نعم. حكينا. رح نضيف حبات التين، طبعا ممكن تستخدموا التين المجفف، انا حبيت استخدم التين الفريش لانه هلا موسمه زي ما انتم حكيتوا، والفواكه بموسمها بناخذ اعلى فايده منها بصراحه. صحيح. بعدين الفنادق الفايف ستار والمنتجعات معروفه كثير بهالانواع من السلطات، خاصه سلطات الفواكه كثير، يعني بتروحي بتلاقي ما لذ وطاب. يا بي لو تروحي على الاوتيل عند الشيف عامر، لو تروحوا بس تشوفوا اللي انا شفته. طبعا بصراحه كثير انا انبسطت وما صدقت لما شفتك وكنتي عندي وبالاوتيل، صراحه كثير انبسطت فيك. والله الله يرضى عليك. محمد الشريده، ما احلى واجمل الشيف عامر. الله. أم صالح الحناطي، وردة الجوري، سوارة من حديد العسولة، أم يزن خرابشة، وأم أحمد شطناوي، صباحكم ورد وفل مزين بالطبخات الشهية، أم رعد الرواجفة، صباحكم عسل. البردقان سيجمنت طبعا عملنا. يس. البردقان سيجمنت أو فيليهات، يعني ممكن بالبيت نحكي عنه اللب. فيليهات زي هيك بدون اللب ولا القشرة أبدا. نعم. بس فيليه عادي. تمام. وآخر إشي هلأ راح نبلش بإيش الدريسنج. أنا حضرت هنا البولة أو الجاتر رح نعمل فيه الدريسنج. يلا. تمام. رح نحتاج هون لخل البلسمك، هذا خل بلسمك موجود بالسوبر ماركت، بالمول، بأي مكان. خل. تمام. نب. خل. رح نضيف له معلقة كبيرة من العسل. ترى إحنا مطبخ يوم جديد ما شاء الله، مش ملحقين نشتري عسل. رشة ملح وفلفل. شوية فلفل أسود، أنا بحب الفلفل الأسود على السلطات. بلبق مع السلطة. خاصة لما يكون الكراشت بيبر. يس. الخشن. الخشن. أو اللي هي بالماكينة تجرش وفرش. يس. ورشة ملح خفيفة. صحيح. وبعد هيك راح أبلش
هدى كريشان بتقول لك شو ممكن تستخدم نوع سمك بدل الدينيس؟ ممكن تستخدمي سيباس، هامور، اي سمك محبب لكم. اذكى نوعين حكى لكم اياهم، سيباس، هامور، هامور، دينيس، ممكن سالمون، ممكن سبيدي، ممكن اي نوع محبب موجود عندكم. هلا رح ابلش اخلط، حكينا مره ثانيه بس نعيد المكونات. حطينا خل البلسمك، حطينا ملح وفلفل اسود، رح اضربهم هيك بالخل بالقفاء اليدويه او باليوسك، احنا بنحكي له بالاوتيلات ويسك، واصير انزل الزيت شوي شوي وانا عم بضرب، يعني الضرب سريع او الخفق سريع وانزل الزيت بطيء لحتى شوي يتجانس معنا. صحيح. طيب احنا هيك عندنا الدريسنج صار جاهز، صار جاهز. والسمك لسه بده تكه وبيجهز، وتكه صغيره رح نطلع انا وياكم لفاصل كثير سريع، خليكم مكانكم. رح نعمل لسه كمان في كمان طبقين مع الشيف عامر، مش مطولين، فاصل ورجعين، خليكم معنا. عدنا من جديد لحتى نشوف طبقنا بالشكل النهائي. الشيف عامر عم يقدم لنا طبق سمك الدينيس مع الخلطة الخاصة والحشوة الغنية على طريقته. قدم لنا الطبق بطريقة خفيفة لطيفة زي ما انت بتشوفي بالمطاعم والفنادق. الله يسلم ايديك، عاشت ايدك الحلوة يا شيف، وان شاء الله دائما بأعلى المراتب. حبيت انا بموت على الديكور. تمام. الله يسلم ايديك وعينيك. وهيك بيكون طبق السمك، خلي مكانه من فضلك. نعم. هيك بيكون سمك الدينيس خلص بالشكل النهائي، وكمان سلطة التين، وبقي علينا السلطة اليونانية وشوية عصير. رح يعمل لنا ميلك شيك بليت شوكليت. رح ناخذ مقادير السلطة اليونانية على الشاشة. رح ناخذ انا وياكم المقادير تباعا لتحضير السلطه اليونانيه. لتحضير السلطه اليونانيه احنا بحاجه الى نص كوب فلفل حلو ملون مكعبات، ونص كوب خيار مقشر ومقطع مكعبات، نص كوب من البندوره الكرزيه، ربع كوب جبنه فيتا او فيتا تشيز مكعبات، ربع كوب من الزيتون الاسود، ربع كوب من الخس العربي المقطع، بصل احمر، ملح، زيت زيتون، عصير ليمون، وزعتر اوريجانو. يلا يا خطير، يلا يلا انطلق. اول شيء بس خلينا نقرب هون عشان كاميرتك من فضلك. ايوه يلا. تمام هيك. اول شيء راح نضيف الفلفل الحلو المقطع زي ما ذكرنا في بالمقادير. اهم شيء شيلوا العرق الابيض بس، اهم شيء. زي ما احنا شايفين ما في ابدا، كله الالوان بس صافيه، في ما في العرق الابيض لانه بيعطي مرار فبيكون مو طيب ابدا. راح نضيف البندوره الكرزيه زي ما حكينا، مقطعينها من النص، ممكن اذا مش متوفره في البيت بستخدم البندوره العاديه، قطعها كيوبس او مكعبات ما في اي مشكله، بس انا بفضل هاي منظرها احلى، طعمها اطيب. وهيك راح نضيف كمان الخيار المقشر برضه مع عامر. اسمه محمد حوسه. عامر بتحكي لك ستك وسيدك منور حبيبي. بتعرفي مين ستي وسيدي؟ مين اللي خليتك تحكي معهم؟ تذكرتيها؟ حبايبي الله يسعدهم طول عمرهم. تحيه لكم تيتا وسيدو، تحياتنا لكم. الله يسعدك. يلا معك شيف. تمام. ضفنا الخيار كمان المقشر ومقطع نفس التقطيعه، راح نضيف الخس كمان زي ما انت شايفه. نعم. وراح نضيف شويه من الزيتون. واخر شيء راح نضيف كمان شويه زيتون على الوجه. نعم. بسيطه جدا، ما بدها شيء، رشه زيت زيتون. ستك بكت بس شافتك على التلفزيون، ربي يحميك. لا ما بدنا نبكي، احنا بنكون فخورين فيك. ما هي ممكن زي ما انت بتحكي هم النسوان الكبار او زمان بحبوا يبكوا. هم مش النسوان، هم هدول راس المال اصلاتهم يعني لو سمحت. حصتنا هدول الكبار. كمان شويه ملح. تمام. راح نضيف الزعتر الاوريجانو، وراح نضيف كمان نتفه على الوجه. حط نتفه، عجبتني هاي النتفه. نتفه شوي لازم تفوت مفرداتنا جديد. وهي شوية عصير ليمون، وهلا بدنا نسكبها بالجاط المميز تبعون الشيف على نيرو. صدق ما بتطلع من عندي الا اعطيك واحد هدية كده تتذكرني. الله يسعدك والله. انا دائما متذكرك بجاط او بدون جاط.
طيب أم فادي ناصر من فلسطين كمان تصبح عليك شيف، ومحمد نهار البتوش، أم أحمد شطناوي، عثمان حوس منور عامر، اعمل حسابك تروح عندي سوي لي سلطة جرجير كتير عجبتني. خلص لبست الليلة عنده. أبشر أبشر. تمام. أم زين بيلسان البدور، الله يديم المعروف دائما. بدي كمان تعليقات هيك بتجنن. هيهم كل آل حوسي هجموا علينا وكل الشفات. عواطف يونس وأم زين الله يسعد صباحكم أنت والشف عامر. إناس العواوي، شوف يا سيدي، ألف شكر للتلفزيون الأردني، تدعمون سيدات الوطن ماشي، بس كمان تدعموا شفات وتسمح إلى شف يوقف جنبك؟ لا والله هذا رأس مال. كل أهلا وسهلا مليون مرحبا، وصدر مطبخنا لكل حدا بيقدر ويبدع ويعطينا شرف تواجده معنا. شاشة الوطن الأولى هي بخدمة الشباب وللشباب ومن الشباب، فأهلا وسهلا فيكم جميعا بأي وقت أكيد لا شك. محمد الشريدة، ممكن تعملونا كيكة الحليب غدا بكرة في عنا مهرجان بمطبخ يوم جديد. ترى كثير أنا بتبع والله، أنا بتشرف فيك طبعا، وكثير بشوف إنه ترى أنا كل يوم أو يوم بعد يوم مرات لما أكون مداوم صباحي، بس كل يوم بكون موجود في البيت لازم أفتح التلفزيون أو المصحة أشوفك. تمام، فبلاحظ كثير بيطلبوا منك هاي الكيكة. بكرة تعال دوق. أبشر. ولا طيب كمك. قايس دائما والله دائما عندنا أسرار. انشراح الحباشنة، حمزة صوالحة، أم سند، شيف سريع كتير. نعم هي يعني من موضوع الأوبريشن اللي هي سرعة البديهة، كمان ترتيب الوقت وتنظيمه، بالإضافة إلى سرعة العمل، لأنه الأوتيل عبارة عن زي ما إحنا بنقولها بمصطلحاتنا مفرمة، مصنع يعني وماشي مصنع. نعم، خط إنتاج خاز واقف. أم سارة، أم صلاح، صباح الخير. وقمر أبو جمعة، صباح الخير شفات، ليش ما بتقرأ تعليقاتي؟ بقول لك خلطة السمك نفس خلطتي بس أنا زيادة، جزر مفروم. أنت ست الكل وأحلى أكل أكيد بيطلع من تحت إيدك دائما. عواطف يونس وأروى، أبو العسل، كل شي بتعملوه بشهوة وأنتم لذيذين. طيب. الله عليك. أحكي لكم سوري، بس أحكي لكم شو سوينا آخر خطوة. تمام، حطينا السلطة زي ما احنا شفتوا كيف خلطناها، تبلناها بالملح والزيت والليمون وزعتر الأوريجانو، سكبناها بهالجاط المميز، حطينا عليها كيوبس أو مكعبات فيتا تشيز، حطينا البصل الأحمر، حطينا الفجل، شوية زيتون، رشة زعتر، وهيك سلطتنا ألوانها بتجنن. صارت جاهزة على الكامل. هلا رح نبلش بآخر يلا وصفة موجودة عندنا، ملك شيك شوكلت من فضلك شيف. الله يسلم إيديك وعينيك يا رب. ملك شوكليت شوكليت مع الشيف عامر فوسي على الشاشة، لنشوف كيف رح يعمل لنا 100%. في عندنا هون الحليب طبعا. نعم. حليب كامل الدسم، حليب الدسم، بس ناخذ المقادير دقيقتين، بس ناخذ مقادير